إذا انتهت مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الغيني بفوز منتخبنا الوطني 2-0، طبعا في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم روسيا 2018. عفوا يقولوا لي زملائي عن اتصال مباشر من زميلنا أحمد الصالحي من ملعب عفوا مصطفى بن جنات بمونستير. وي أحمد نسمع فيك، تفضل. نعم جور، نسمع فيك، منيش نسمع فيك بالكدا. فم مشكلة في الصوت، إذا الرجاء من زملائي تعديل الصوت. إذا فوالا يقولوا لي الآن زميلي أحمد الصالحي جاهز الآن. وي أحمد نسمع فيك، أحمد تفضل. نعم جور نسمع فيك جور الآن، شكرا ليك. معنا اللاعب الغيني فوسيني بابا. ألور فوسيني، إسكو فوزيت كونفاكي بسرود مولا أجوردوي؟ وي أون بيان جوي إي أون راتي بوكو دوكازيون إي أون فورني بوكو دي فور. يقول دخلنا في حيط ولم نستطع المرور، المنتخب التونسي كان مسركلها جيدا. وي فوسيني مي فوزافير تي لو ماتش اجوردوي. وي مالوريزمون اون با دو شونس اجوردوي، اون توكا بو فيليسيتاسيون بور ليكيب تونيزيان اي ميرسي. اليوم عملنا العار وانقابنا الدار، كنا في كشمار أستريا ستار، أنا شخصيا ضيعت دينار، مبروك للمنتخب التونسي وأنا مروحين للدار. شكرا لك فوسيني، نرجعو لك أحمد. عفوا غلطت فيك جور. هذه عصير مشاهدين ديما تبعوا مع الشين اللي هاني فيها الدين، شفت بسميرة واللي وعمل شير مع فيسبوك، هذي يحب بليك كل يتبعني وديما يحط لي جيمات بوزيسيون سي بو جمهور. هاودي كلكم مش نورمال، راني نحبكم في السي بو بالضبط اكزاكتومون. هاودي وانا مش نورمال بالضبط، يو يو هاذي قداش تلي جو، هاذي بليك تونسي مش نورمال، هاذي قداش تلي جو بالضبط.